يحتفظ نيل القناطر الخارية بهويته وطابعه الخاص منذ فترات طويلة، والتي قلما نجدها في غيره من المسطحات. يتميز محيط نيل القناطر الخيرية بأجواء اجتماعية رائعة تضيف بهجة إلى نسمات الهواء المعهودة هناك. تبدأ حركة البيع والشراء مع ساعات الصباح الأولى وتستمر إلى ما بعد منتصف الليل لتصاحب النشاط الترفيهي بألعاب الأطفال. نيل القناطر الخيرية هو الوجهة الأولى لراغبي مصيف اليوم الواحد، فالفرحة والاستمتاع مضمونة بمقابل مادي بسيط. وازداد الإقبال على المسطح الشهير خلال الصيف الحالي بسبب ارتفاع أسعار المناطق السياحية. ومن أبرز العادات التي يقوم بها زوار نيل القناة الخيرية هي قيام الأطفال بالقفز من مناطق عالية في النيل، وقيام الأهالي بالذهاب إلى منطقة السد أو الشلالات ونصب الخيام. المنطقة يوجد بها العديد من الصيادين والمركبية، وهو ما يوفر تجربة إضافية ومشاهدة النشاط المائي الرائع. كما توجد خيام في مجموعة من الجزر المطلة على النيل، تبلغ سعر الواحدة في اليوم 150 جنيه، لا تستطيع الدخول إليها إلا عن طريق المراكب وتأجيرها للتنقل. يعتمد أهالي القناطر على نشاط المصيف في كسب الرزق من خلال أنشطة البيع وتأجير المراكب وتوفير الخيام.